السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انزلت خاصية جميلة جدا في الواتساب، هي عبارة عن حذف المحادثات بينك وبين الشخص الآخر بشكل تلقائي بعد 24 ساعة. طيب كيف نفعل هذه الخاصية؟ تدخل على الشخص اللي تبيه كمثال هذا الشخص، بعد كذا تضغط على الاسم من الأعلى، تطلع لك هذه الخيارات. من ضمن هذه الخيارات في خيار هنا موجود اسمه الرسائل ذاتية الاختفاء، تضغط عليها من هنا تطلع لك هذه الخيارات. يقول لك تبي الرسائل تنحذف بينك وبين الشخص هذا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوم، أو توقف هذه الخاصية بشكل دائم، يعني ما تنحذف هذه الرسائل. طيب كمثال بعد 24 ساعة نبيها تنحذف هذه الرسائل. طيب إذا اخترت الـ 24 ساعة، أي شيء، أي محادثة بينك وبين الشخص هذا كرسالة صوتية، فيديو، صورة، محادثة، كتابة إلى آخره، راح تنحذف بعد 24 ساعة بشكل تلقائي. ولكن الجميل بالموضوع كله إنك تقدر تحدد الأشخاص، ولكن يعني إذا فعلت هذه الخاصية ما راح تتفعل على جميع الأشخاص، راح تتفعل على شخص معين اللي أنت اختاره فقط. أتمنى الشرح كان واضح وسهل. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.